قوية هذا الناس اللي كتقول الدنيا السبب، الدنيا ما عندها تسبب في أي مشكل ولا في أي شيء، إنسانة ما دارت أي مشكلة، الناس كلها هم اللي كيخلق المشاكل. عارف أنت غاية الناس حاجة صعبة، يعني ما ممكنش أنه أنت تقدر أنك تسيطر على فلان ولا على رأي فلان ولا على رأي فلان، كل واحد يقول اللي بغاه. إحنا في النهاية نقول اللي عندنا صافي، هم يفسروه ولا يقولوه بحال ما بغوا، بس إحنا لما نخرج الشغلة ونقول الشغلة إحنا ما نقولها كحقد أو كغيرة، أو كنا إحنا أهل عائلة واحدة يعني.